حضوري بسعد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 لازم, لازم, لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما. أسعد الله مساءكم أو صباحكم كل خير مشاهدين الكرام أينما كنتم. مجددا أنا عبد العزيز السلمي من المكزون أرحب. الله يرحمك على وجهك يا عبد العزيز. بس لف كذا خل الكاميرا على وجهك. كيف حالك؟ والله طيب. طيب مشرفان منورنا. الله ينورك يا بعد حيا الوجه. خذ نفس عميق. لا بشرك الامور طيبه. شعورك وتجربتك امام الكاميرا لحالك بدون احد توتر؟ والله شوي يباي. طيب وش اللي يوتر اكثر اللجنه ولا لحالك؟ والله على الحاله. لحالك يوتر اكثر. ليه؟ لانك تخاطب الكاميرا. ما في احد ما حد عندك كامل اللجنه تكلمهم يكلمونك. ما شاء الله تبارك الله. طيب هل تتوقع انك تدخل البرنامج ان شاء الله او انك تتوقع كرت ذهبي؟ اقول ان شاء الله اتمنى الكرت الذهبي. ما شاء الله تبارك الله. طيب لو ما جاك كرت ذهبي هل تتوقع جمهورك ومحبينك بيصوتون؟ والله نعم ما دخلت هنا الا غير اهل عمان كلهم بيوقفون معك. ان شاء الله بيوقفون. ما شاء الله. وانا من الحين اقول لهم ان شاء الله يوقفون. ما شاء الله. والكرت الذهبي ان شاء الله نحصله. انا ما حصلناه ان شاء الله يكون تصويت اموره طيبه. الله يوفقك. الجمهور ما بيقصر. الله يوفقك بعد حين. يا حي الله. الله يعطيك العافيه ومرحبا وسهلا. يا حي الله ومرحبا. مع المسابقه الثانيه ان شاء الله. احس انا الى الان على تقديمي هذا احس ان لو وقفت قدام الكاميرا الحالي اتوتر نفس الحين نفس ما تشوفون. فالله يوفقهم ان شاء الله ونشوف معنوياتهم نرفع معنوياتهم. لكن انا ما ابي اخذهم قبل لا يروحون المكس قبل لا يروحون الشاشه علشان شوي بس ياخذون راحتهم هناك ما يتوترون عندي ولا من جو. ان شاء الله عاد اشوفهم بعد التوتر احس بياخذون راحتهم اكثر بعد جو هنا ونشوف المسابقه اللي بعده ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. فني وحبوري والثقة لازم لازم, 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 لازم ضروري هذا سباق حماسي